كله إلا الدواء لطفل مصاب بالسرطان. 50% من هالأطفال وبكل لبنان بيعتمدوا على مركز سرطان الأطفال لتأمين علاجهم. خليكن الدعم، اتكال عليكن. القصة قصة حياة أو موت. يعني بس اتذكر زيارتي لهالمركز وهيك تواصلي مع هالأطفال اللي رحت لأعطيهم أنا على أساس الثقة وهيك والإيجابية والبوزيتيف فايبس، أعطوني إياها هن لأنه عندهم إياها كلها أكتر من أي شخص فينا، كله بفضل فريق عمل ممتاز عم بيشتغل معهم. طبعا مثل ما عم نقول إلا الدواء، بالفعل إذا القصص الصغيرة اللي عم بتصير بالحياة ما عم قدر نلاقي لها دواء. امبارح صار معي أنا حادثة مع أحد الأصدقاء كان بالمستشفى، أو بدك تفوت على المستشفى أو بدك تلاقي دواء التهاب اللي هو كتير بسيط ما كنا نلاقيه ليرجع يفوت على المستشفى أو يقعد ببيته. شيء مش معقول نوصل بهالبلد لهالمواصيل هيدي، يعني بالشوم على كل مين كان سبب. سعد أنا بدي لك صباح الخير، أنت من طبعا الأشخاص يلي عم بذكرهم هلأ، فريق عمل CCCL مركز سرطان الأطفال لبنان يلي ما بتوقفوا شغل 24 ساعة على 24. يعطيكم ألف عافية سعد، تفضل. الله يعافيك يا رب. أول شيء صباح الخير لك، ثانكيو على هذه المقدمة وعلى ثقتكم بالمركز. المركز بالنهاية ما كان بيقدر يعمل كل شيء عم يعمله لو ما ثقت الناس ولو ما دعم الناس. صحيح، فبشكرك كثير على هذه المقدمة سعد. نعم، في طبعا كل فترة في حملة، ولكن في حملات بتنتهي بالنجاحات لأنه بتكون بظروف طبيعية، وفي حملات عم بتكون هيك شوي فيها صعوبات لأنه ظروف منا طبيعية. حاليا أنتوا عندكم حملة تريت مي بظل هالظرف والوضع الاقتصادي، شو هي الحملة وشو عم بتواجهوا من صعوبات؟ نعم، نحن الأسبوع الماضي أطلقنا الصرخة أنه المركز عم بيواجه صعوبة كتير كبيرة ليلاقي الأدوية. نحن نعرف أنه خبرات الأطباء والفريق الطبي هي أكيد جبارة وكبيرة، ولكن لحالة ما فيها تعمل شيء بلا الدواء. نحن في عنا أدوية، ولما عم نحكي عن مرض السرطان ما عم نحكي عن مرض بيتخذ له حبة بنادول بتتدبر، عم نحكي عن أدوية وعدة أدوية، مش أدوية بسيطة، أدوية غالية، أدوية صعب توفر إيجادها بسهولة، وأدوية نحن ما منتمنى أو ما منقدر نخلي الأهل هن يروحوا يدبروها. نحن هذه مسؤولية ناخذها على عاتقنا من أول ما بلش المركز. من الأول نحن منقدم الدواء ومنقدم الخدمة الطبية ومنقدم كل شيء كمان حواليه من الدعم المعنوي الدعم المادي للأطفال ولأهلهم. فنحن أطلقنا الصرخة أنه يا جماعة نحن وصلنا على محل عم نلاقي صعوبة أنه نأمن، وحنوصل لمحل أنه ما حنقدر نأمن هذا الدواء. فما ضل عنا غير حل واحد، اللي هو أنه نكون عم نستخدم هول الأدوية عم نشتريها من خارج لبنان، وهذا الشيء مثل ما الكل بيعرف بيتطلب فريش موني، بيتطلب دولار، الشيء اللي نحن كمان عنا صعوبة إنه نقدر نأمنه. فأطلقنا هيدي الصرخة، الله يعين اللي بلبنان، أطلقناها للخارج، أطلقناها لكل لبناني وكل شخص بهمه هذا المركز وبهمه أي طفل عم بيواجه مرض السرطان. نعم، الحملة هي طبعا بلشت الأسبوع الماضي. نحن بنعرف إنه أنتوا في عندكم سنويا عدد معين فيكم تستقبلوه بالمركز، وما بتطلعوا ولا على جنسية ولا بتطلعوا على أعمار إلا ضمن أعمار الطفولة طبعا لل18 سنة، ما بتطلعوا على أديان على مذاهب، كل هيدا كله مقبول، ولكن قد ايه العدد اللي كنتوا تستقبلوه قبل سنويا؟ نحن قبل كل هذه الأزمات، وقبل يعني بنحكي قبل 2019، نحن كنا تقريبا نعالج بالسنة بحدود 320 ولد سنويا. نعم، كل سنة عنا 150 طفل جديد عم ينضم للمركز. قادرين بعد تكفوا بهالعدد؟ نحن حاليا وسعنا هذا النطاق لأنه نحن من وقت ما صارت الأزمة عملنا مثل خلية عمل، وعملنا أطلقنا عدة مبادرات لحتى اللي نقدر، لأنه بنعرف أنه
كل ما تزيد هذه الأزمة كل ما يزيد عدد الأطفال اللي عم بيدور على هذا العلاج وحالة السرطان كرمالها لتزايد. فنحن حاليا عم نعالج تقريبا 50% من الأطفال اللي مصابين بالسرطان بلبنان، وعم نقدر نعمل هذا الشيء بالدعم تبع المتبرعين تبعنا وذر القديم او جديد. وفي كثير ناس جديد عرفت عن المركز دعمتنا من وقت ما صارت الازمه، ومنشكرهم ومنكلمهم كل الاحترام، لانه بلاهم عن جد ما قدرنا نوسع هيدا الدعم ونوصل ل 50%. قبل كان اقل، بالعكس نحن زدنا على عاتقنا مسؤوليه علاج اطفال حتى بمستشفيات. نحن كنا نعالج بالمركز الطبي للجامعه الامريكيه ببيروت، نحن اليوم عم نعالج اطفال بعده مراكز وبعده مستشفيات على كافه الاراضي اللبنانيه، ومثل ما ذكرت حضرتك بدون اي تفرقه وبدون اي سؤال عن من وين هذا الولد او قديش معه مصاري او قادر يتعالج، يعني بدون أي نوع من التفرقه. طيب اذا بدنا نحكي عن نجاح الحمله ببدايتها من اسبوع لهلا، شو نسبة النجاح وشو الصعوبات وكيف تتوجهوا للبنان وخارج لبنان بالتبرع؟ فيك ترجع تذكرنا فيهم إذا ممكن. نعم، نحن الحاجة مثل ما ذكرنا لما أطلقنا الحملة، الحاجة كتير كتير كبيرة، حاجتنا بتتخطى 100 نوع من الأدوية عايزينا من هلأ لسنة. نعم. ونحن كنا بوقت سابق أمننا قبل ما تصير كل هالأزمة، أمننا مخزون المركز للأدوية على سنة، ولكن هذا المخزون بلش ينفد، نحن في عنا قصص تخلص هذا الأسبوع. نعم. فهذا شيء كتير 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 أرجنت، منه شيء قررنا أنه نتباطأ فيه. مشان هيك كتير كانت الحملة قوية وفيها توجه للخارج، لأنه بنعرف أنه الخارج هو اللي هلا عنده القدره انه يبعت الفريش موني، ومثل ما هن عم بيساعدوا عيالهم، عم بيساعدوا يمكن كل حدا برا، عم يساعد عائلته القريبه، عائلته البعيده. نعم. نحن عم نقول لهم يا جماعه نحن كمان بحاجه لهيدا الدعم، في اطفال يمكن ما عندها ناس من برا تقدر تبعث لها هيدا الدواء، ما عندها هيدا الدعم، ما عندها هيدا هالقدره. نعم. فنحن متكفلين فيهم ونحن حاليا بازمه، فمنطلب من الكل انه اللي برات لبنان انه يساعدنا. الاستجابه كانت جدا جدا جيده كاول اسبوع، ولكن الحاجه كثير كبيره، الحاجه. نعم. عم نحكي في عنا دواء واحد اللي هو انحكى فيه يمكن على الاعلام كثير مؤخرا اللي هو اونكاسبار، هذا لحاله نحن عايزين اكثر من 500 عقار منه، 530 فايل بالسنه. نعم. كل فايل منه حقه بالدولار 2239 دولار. أوه. كل فايل، وعايزين 530 منه لحتى نقدر نعالج الأطفال. هذا واحد من الأكثر من 100 دواء اللي مفقودين من عندكم. عندنا 100 دواء من أدوية. نعم. سرطان لكل شيء كمان حوالين أدوية السرطان. نحن بالنهاية لما بتعطي دواء سرطان بتعطي معه كمان أمور كتير تانية. صحيح. أمور خاصة بصحة الولد. ان كان صحه المعده، صحه الحراره، في كثير ادويه. عفوا سعد، سؤال، يعني مركزكم ما بيلجا لوزاره الصحه ولا بحاله ما لها علاقه وزاره الصحه بالمركز؟ لا طبعا طبعا، صح، وزاره الصحه بتدعم بمحل المحلات، ولكن دائما في سقف مالي للدعم لكل مركز طبي يعني. نعم. والسقف المالي طبعا ما بيغطي كل حاجه المركز وكل حاجه الاطفال اللي عندنا اياها. نعم. فنحن مضطرين انه، وبالنهايه ما تنسى انه هي مش بس قصه الدعم من وزاره الصحه، انت بالنهايه ما هذا الدواء مش موجود بلبنان اصلا، المستورد مش عم يجيب. نعم. كميات الكافيه اللي نحن عايزينها، ما عم يقدر يأملنا، عم بيأملنا بالشهر عدد معين من الأدوية على السعر المدعوم، بس نحن حاجتنا أكبر من هيك بكثير. واصلين لمحل عم نضلنا في عنا أولاد أكثر عم تلتمس العلاج عنا، لأنه ما قادرين يغطوا علاجهم هن. سؤال، في أطفال ما تلقت علاجات لفقدان الدواء؟ في عالم ما أخذت علاجاتها مثل ما لازم؟ يعني خففت؟ لا، نحن كل ولد مسؤولين عنه. نعم.
نعمل المستحيل حتى ما نوصل لهالمرحلة. حاليا بكل تسكير الطرقات، بكل انقطاع الأدوية، بكل انقطاع الكهرباء، بعدنا قادرين نأمن الاحتياجات الحمد لله. ما في حدا عنا من الأطفال وصل لمحل وما لقى الشيء اللي هو عايزه. ونحن عم نقول اليوم ما بدنا نوصل لهالمرحلة، لأنه نحن كتير قريبين منا وعم نلامسها، وبيننا وبيننا في شعرة. يعني مش عم نحكي عن نحن مرتاحين على وضعنا، لا، نحن آخر 2019 عملنا شيء برو أكتف، عملنا شيء احترازي حتى لنقدر نأمن الدواء، لأنه عارفين لوين واصلين. يعني يا جماعة، لكل اللي سامعينا، نرجع منعلي الصرخة. يعني هودي أطفال لبنان، هودي مستقبل لبنان، هودي الأطفال هن الجيل اللي جاي. هول الأرقام هلأ اللي عم تمرق قدامكم على الشاشة لCCCL لبنان، نحن بحاجة لتبرعات وين ما كنتوا بالعالم. ضروري ضروري نجدي لأنه نقدر نأمن لهم العلاجات المطلوبة، لأنه مثل ما قلت لكم المركز عم يشتغل بجهد لأنه يوصل تقريبا لحد 97-98% من حالات الشفاء. مظبوط الرقم اللي عم بقوله، النسبة اللي عم بقولها، هالقد عم بيكون في نسبة شفاء؟ نعم، نسبة الشفاء بتتخطى 80%. ببعض أنواع السرطان، نعم، مثل اللوكيميا بتتخطى 92%. نعم، فنحن مش عم بس عم نأمن علاج وندعي، بالعكس نحن عم نأمن علاج ونتائج. والنتيجة واضحة، النتيجة موجودة، الأرقام موجودة، نحن كل شيء عنا شفاف وواضح. انتوا اليوم لما عم تدعموا هذا المركز، عم تدعموا مركز عم بيقدم علاج ممتاز وعم بيقدم نتائج باهرة. صحيح، ضلكم دعموا المركز، لانه المركز بحاجة لهذا الدعم. والمركز رح يكمل، ما موقف. يعني نحن ما في شيء بنقدر نعمله ما حنعمله، مستحيل. ما في عنا ولد رح يوصل لمحل نقول له نعتذر منا قادرين نكمل لك علاجك. نعم، لما بناخذ على عاتقنا هالمسؤوليه بدنا نكملها للاخر. انا سعد بدي اقول كمان انه انتم اهتمامكم مش فقط بالشق الطبي، انما الطب الجسدي، انما الطب النفسي، انما كمان النشاطات اليوميه اللي بتمارسوها معهم لتلعبوا على نفسيتهم، هيك اللي تعطون هالايجابيه اللي موجوده عندهم. يعني بيوزعوا ابتسامات وبيوزعوا زبزبات إيجابية صراحة. الأطفال اللي موجودين عندكم من وراء هالمعاملة وهالنشاطات اللي بيعملوها، بعدكم مع الأخصائيين ونشاطات بنفس المستوى بنفس الطريقة عم تتعاملوا مع الأطفال، ما في شيء ناقص لحد هلأ؟ بالعكس، دوبل وصار حتى تريبل كمان، لأنه وضع الأهل اليوم النفسي، مثل ما هول الأهل منهم جايين من برا، منهم بعيدين عن اللي نحن عم نعيشه يوميا، والفريق كمان منه بعيد عن اللي عم نعيشه. نحن زدنا هيدي النشاطات، بالعكس، لأنه هيدي أصلا نشاطات ما بدها فريش ماني، هيدي نشاطات بخبراتنا وبإمكانياتنا قادرين نأمنها للأطفال. ومن وقت الأزمة لبعدين الانفجار دايما زدنا هيدي النشاطات، لأنه بلاها الأطفال اللي عنا عن جد يمكن بحسوا حالهم أنه بمحل كتير أصعب. تخيل كل هيدي الأزمة اللي عم نعيشها كلياتنا، زيد عليها وجع المرض، وزيد عليها صعوبة أنه الأولاد يوصلوا على هيدا المركز، وكل شيء بيعانوه على الطرقات. ويعني صحيح. عندي سؤال سعد، خليكون أجوبتك سريعا، عندي كتير أسئلة. بالنسبة للأطفال وقلة المناعة، هل في منهم تعرضوا لكورونا؟ صار عنا عدة حالات طبعا، ولكن المركز دائما عنده كل الاحترازات وعنده كل طرق التعامل مع هذا المرض والعزل. يعني تم العلاج ومشي الحال يعني؟ طبعا طبعا. أوكي. ما في حدا من الاولاد عنا تعرض لاي شيء خطير كثير بالكورونا، لانه نحن كمان عم نأمن حاليا الفاكسين لكل الاطفال اللي حتى اللي كانوا قبل عنا. يعني عم بيقننوا لكم كهرباء وموتور ومع قطعه المازوت، يعني انتم اكثر عالم ممكن كمان تتاثروا، مثل كل هالعالم يلي عم تتاثر. في عالم عم ينقطع عنا الاكسجين مع مكنات الاكسجين ببيوتها او بالمستشفيات، ما بعرف. الحمد لله لهلا بعدنا قادرين نلاقي هيدا الشيء، لانه نحن عندنا الاوت بيشنت فاسيليتي او العياده العلاج الخارجيه، هي بتشتغل من الصبح لبعد الظهر.
فالحمد لله يعني بالمبدأ عم نقدر نأمن، ولكن كمان أكيد ما عارفين لوين حنوصل. بنتمنى أنه ما نوصل لمحل تنقطع كمان الكهرباء هون، ساعتها بنكون يعني وصلنا لمحل مسدود، حيط مسدود طبعا. الحملة لأيمتى مستمرة؟ يعني كيف تدعي العالم؟ ادعيهم شفهيا، يمكن في منهم ما قدروا يقروا، وين فين يتبرعوا، كيف فين يتبرعوا؟ نعم، الحملة مستمرة لحديت ما نأمن كافة الأدوية اللي نحن عايزينها. نعم. ما حنوقف قبل ما نقدر نأمن كل هذا الدواء. نحن عم نطلع لنأمن مثل ما قلنا هذه الأدوية المقطوعة. أي حدا من لبنان وخارج لبنان بيقدر يتبرع فيه، يتصل فينا على الأرقام عم تطلع هلأ موجودة تحت دغري. نعم. فينا كمان نحن بنستقبل كل التحاويل المصرفية من الخارج وبناخذها بشكل فريش دولار. عندنا عدة حسابات على او ام تي يعني موجودة هذه الحسابات. لا مش بس او ام تي، كمان موجود اكيد. لما حدا بيحولنا او ام تي بالدولار نحن بنقبضه بالدولار. وعم بحكي عن التحويل المصرفية من الخارج. التحويل المصرفية يعني عبر البنك، في عنا بعدة بنوك حسابات خارجية او حسابات لما بيوصل عليها دولار فريش من برا بنقبضه نحن فريش بلبنان، وبنقدر نستعمله لانه هيدا هو الشيء اللي بس للتوضيح بيبقى. كمان فيهم اللبنانيين يتبرعوا باللبناني طبعا. نعم. والحاجه لهيدا التبرع مثل الحاجه للتبرع الخارجي. نحن في عنا بعض المصاريف اللي هي نقدر نغطيها من الشيء اللوكل المحلي، وفي عنا بعض المصاريف او العديد من المصاريف اللي هي يمكن الاكثريه بنضطر انه نحن نعوز فريش دولار لا. سعد نعم. بنوكي على الويب سايت على ccl.org.lb. نعم. بتفوتوا على دونيت ناو على البنك ديتيلز، بتشوفوا في عنا قسمينهم نحن بين فريش وبين لوكال. نعم. وكمان فيكم تفوتوا على ccl.org.lb/treatme لحتى تتبرعوا بالكريدت كارد او بالكاردز تبعكم ان كان من لبنان او من الخارج. العملية كتير بسيطة وكتير سهلة، وفيكم تتواصلوا معنا على أي من السوشيال ميديا CCCL Lebanon أو على الأرقام الموجودة على الشاشة 01351515 أو 7035-1515. نعم، إن شاء الله بتكمل بالنجاح لأنه بتستاهل وبتستحقوا بجهودكم وشفافيتكم بمركز سرطان الأطفال، أنه كل شخص يمد يد العون وفلس الأرملة. برجع بقول كل شخص فينا في ساعد على طريقته الخاصة وبالمبلغ يلي هو مقتدر عليه. بعرف الأوضاع صعبة، بس يمكن 1000 ليرة ممكن تساعد من كل حدا بفكر بالموضوع. سعد يعطيكم ألف عافية، تحية لكل فريق العمل، تحية لكم، يعطيكم ألف عافية. Thank you. نحن وياكم.